كنت اشتغل بشركة. اسألي بصوتك شوية. أنا كنت اشتغل بشركة. نعم. من صارت الكورونا بعد. بعد فقدنا العمل، استغنوا عنه. قالوا بعد تروح بعد ما شو اسمه. مرة ثانية يعني هم جاوبناهم راسلناهم. قالوا بعد ما عندنا شغل. بعد تعرفون هاي الأمراض الكورونا هاي. يعني جراء مرض الكورونا بعد قالوا لكم روحوا. إي بعد الشغل عندهم. زين حاولت تشتغل مرة ثانية؟ حاولت اشتغل عمالة بس عمالة اشتغلت ظهري ما اقدر اشتغل. يعني باعتبار كبر سنك ما اقدر تقاوم بالعمالة. ما اقدر اقاوم. زين عندي سر ظهري. انت عندك طفل واحد مو مثل؟ عندي بنات اثنين من زوجات. لا من الزوج هسه ما لنا علاقة. عندي بس ولد واحد. بس ولد واحد. بس ولد واحد. سيدي انت عندك رعاية؟ ما عندي رعاية. ما عندك مصدر دخيل شيء؟ كلش ما عندي. زين مولاي انت عندك مقدرة على العمل اذا واحد يساعدك؟ انا لا اقدر يعني مثل افتح مشروع بالي محل تصليح. محل مالي ايش؟ مال بايسكل. محل تصليح بايسكل؟ ايوه نعم. شنو يعني زين عندك محل جاهز لو اجره لو شنو؟ لا قلت اجره شغل محل واحد جاهز. زين هاي شغله انت تعرفها مربحه مثل هالشيء؟ والله يعني تقريبا خلي يطلع مثل مصرف البيت. زين ايش يعني ايش تحتاج مثلا ايش تحتاج بيها؟ ايش تحتاج قد مبدئيا؟ مبدئيا مثل 500 ريال تكفيك موارد تكفيك؟ تكفيني بعد يبغى الاجار بعد بس هذا الاجار. يعني تقدر تطلع من خلال الشغل تطلع لك والله لا يصير يعني مثل شغل عندي وماشي اقدر مثلا يعني اكثر لي يوم مثلا اكثر لي للاجار مثلا حسب ما ماجر بيش 150 اقدر مثلا اكثر لي خمسه وللبيت مثلا كثر لي مثلا 7000 8000 يعني بين قوسين بامكانك انه تقدر تدير عمل وتقدر تطلع لك منه خبزه ان شاء الله من خلال محل تصليح بايسكلات ان شاء الله يسمعونك ان شاء الله الناس المتبرعين وان شاء الله نقدر نحصلك اياها نوصلك. زين شنو احتياجاتكم؟ نحكي شوي العلويه. العلويه شنو احتياجاتكم للبيت؟ شنو محتاجه؟ محتاجه طباخ كهربائي. ليش ما عندك طباخ؟ على شنو تطبخين؟ طباخ غاز بس يعني مرات يعني عندك طباخ غاز؟ اي مرات شنو؟ يعني مرات تمر بينا ظروف ما نقدر نشتري غاز. ها تخلص القنينه وما عندك تشتري؟ اي يعني ابونا قاعد بيخلص وماكو شيء. فطباخ الكهربائي خدمتك يعني تمشي الامور. زين شنو بعد محتاجه بعد؟ بعد فراش عندنا غرفه ما عندنا فراش كلش تعبان. ها زين بعد شنو محتاجه؟ شنو؟ بعد مثل هاي البيت يعني عندنا البيبان. انا اجيت شفت الباب مضروب وكلش منه انا يعني وهذا يعني انت محتاجه بيبان اثنين لهاي الغرفه ولهاي الغرفه اللي ساعدوش بها الجماعه. اي ساعدوني السيد علي ساعدكم بناء السقف. بناء الناس الخير. نعم نعم. ما قصروا الناس الخير. اي بس نعم. بعد بيبان ما نقدر نشتري. ظل عندنا وسقفنا. ان شاء الله نقدر عليه ما نقصر بيه. ما عندكم احد مريض؟ لا ما عندنا الحمد لله. زين ان شاء الله احنا من برنامج عملنا يعني انه هاي بطاقه الاكساء والغذاء زين هاي قيمتها 50000. نعم. ان شاء الله نخابرك تجي تستلم بيها وان شاء الله الناس الموجوده المتبرعين يسمعونكم وما يقصرون وياكم وما يقدرونكم. الله يطول عمرهم الله يسلمك ويخليك الله يستر عليك.